ابويا ما كانش معاه فلوس فسيبنا السكن غصب عني، بس بقول يمكن تكون بعت على الاسم يعني، بس هي مش هتفتكرني. لا اصل من زمان. جميل عمار المحمدي. ايوه انا فاكر الاسم ده كويس. ايوه ده الجواب يا عم مجدي اللي حارس العقار رجعهولي وقال ان صاحبه عزل. فين كان؟ فين؟ ايوه الشنطه، الشنطه بتاعتي يا عم مجدي. كان في الشنطه. انا كنت داخل بالشنطه. كان في الشنطه. الشنطه بتاعتي فين يا عم مجدي؟ كان في الشنطه. الشنطه بتاعتي يا جماعه. الشنطه دي، الشنطه دي يا عم مجدي. اقعد يا ابني، اقعد مكانك. اتفضل. هي الشنطه دي. هي الشنطه دي. هي ان شاء الله هنلاقيه. ان شاء الله خير، كل خير. تفائل بالخير يا استاذ جميل. يا جميل مش ان شاء الله هتلاقيه. مفيش، هي مش هتفتكرني يا جماعه. لا 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 انا متاكد، انا متاكد اكيد هو الجواب ده. الله لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. اهو 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 جميل عمار المحمدي. اهو هو ده، هو ده. ايوه امسك امسك سمي الله وامسك امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل عمار المحمدي بعد اسبوع، ميعاد اعدامه بعد اسبوع. تعدموا الجواب بتاعي؟ ايوه انا كان هيتقطع ويترمي، بس ما تقلقش. قطعوا الجواب بتاعي ليه يا جماعه؟ لا مش يا ابني، لا لا دي قواعد عندنا هنا، قواعد ان الجواب اللي بيفوت عليه ست شهور وما نستدلش على صاحبه ولا العنوان بنقطعه. طب هو ممكن الجواب ده يكون من والدتي؟ اصلا ما حدش هيبعت لي جوابات غيرها. ان شاء الله يكون منها. افتح افتح قول بسم الله وافتح بس وتوكل على الله. طب انا استاذنكم عشان على ممكن يبقى عمك مجدي يفتح. استاذنكم يا جماعه بعد اذنكم. انت مش هتفتح الجواب وتقراه ولا ايه؟ ما مش هتقرا الجواب. ممكن ما يطلع الجواب مش بتاع. هو انا ممكن اقرا الجواب هنا؟ براحتك يا ابني اتفضل. اصلا انا خايف يبقى مش من والدتي يا جماعه. يا ريت تقراه، يا ريت عشان خاطري. هنتبسط كلنا ان شاء الله. تفائل تفائل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصه شيقه بقولك. لا اجيب اجلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ابني جميل. دي ماما يا جماعه. ماما. الله اكبر الله اكبر. ابني حبيبي جميل. الله اكبر. بعد التحيه والسلام. الجواب رقم 100، واتمنى المره دي يوصلك وترد عليا في جواب وتعرفني مكانه. بقالي سنين ببعت لك جوابات في مكاتب البريد، مفيش حاجه بتوصلك. وبعد ما وصلت للعنوان ده بعجوبه قلت يمكن المره دي الظروف ما تبقاش ضدي ويوصلك الجواب. سامحني يا حبيبي على كل السنين اللي ما كناش فيها سوا، ما كانش بايدي. حاولت اوصل لك كتير وحاولت الاقيك كتير، بس فشلت. ما كنتش اقدر اوصل الامور للمحاكم، وكنت تعيش في حيره بسبب ابوك وامك وخناقاتهم، وتبقى مكسوف من كل اللي حواليك وكل اللي حصل في حياتك. كنت بدور في صمت ومن غير ما اعمل مشاكل، بس عمر ما الامل راح مني. عمر راح مني ولا يوم، ولا عمري بطلت ادور عليك. واثقا في يوم هلاقيك والجواب ده هيوصل، ولو حتى 100 جواب كمان. عمري ما بطلت ولا عمري هبطل ادور عليك. انت احسن حاجة حصلت لي في حياتي. اتمنى انك تسامحني عشان انا ما عرفتش الاقيك من زمان، وما عرفتش اكون معاك من ساعة ما ابوك خدك مني. بدور عليك في كل مكان. لو انت مسامحني وحابب تشوفني وترجع لي هتلاقي العنوان موجود في الجواب، ولو ما وصلكش هفضل ادور عليك طول عمري وابعت لك جوابات. امي امي يا جماعه، امي بعتت لي الجواب. ربنا يخليها لك يا استاذ جميل. عرفت مكانها. الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. انا شكرا يا جماعه. ربنا يطمن قلبك يا ابني. انا اروح لها في العنوان اللي هي كاتبه لي في الجواب على طول. روح لها على طول ما تتاخرش. شكرا. عفوا يا ابني. عفوا. شكرا يا عم. عفوا استاذ جميل. عفوا على ايه؟ عمك مجدي. شكرا عم مجدي. الحمد لله ان ربنا طمنك عليها. شكرا. روح لها على طول. يلا مستني ايه؟ روح له. جميل. نعم. اول حاجه تبوس ايديها وتحمد ربنا. الحمد لله. ولازم تعرف ان بعض الظن اثم. يلا يا جميل.
اجري يا ابني، اجري يا ابني.